كم تحفظ من كتاب الله تعالى؟ أحفظ من كتاب الله 11 جزءا. أحفظ من القرآن الكريم 20 جزءا. من القرآن الكريم 25 جزءا. من كتاب الله 26 جزءا. أحفظ القرآن الكريم في عامين. انتهيته في وكان عمري 12 عاما. أحفظ كتاب الله عز وجل كاملا. القرآن كاملا. القرآن كاملا ما شاء الله. كامل لله الحمد. ما شاء الله. مع الكتب 18 مع الفقه دليل الطالب من المطالب وايضا احفظ 21 مثلا تقريبا ما شاء الله كان الرسول بما انزل اليه امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنين.